سيد سعد اللامي، مرحبا بك سيد سعد. هناك من يحاول التقليل من أهمية زيارة الكاظمي وما تمخضت عنه من نتائج، فيما يرى آخرون أنها جاءت على خلاف الزيارات السابقة. أنت كيف تقيم ما جرى خلالها؟ تفضل. مساء الخير، تحية لكم. بالتأكيد الحقيقة زيارة السيد رئيس الوزراء إلى العاصمة الأمريكية واشنطن ولقائه بعديد الحقيقة بالإضافة للرئيس الأمريكي، التقى السيد رئيس الوزراء، وربما هي الحقيقة جولة مميزة عن بقية الجولات التي قام بها السادة رؤساء الوزراء السابقون. بالتأكيد التقى مع السيدة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، ومع شخصيات مهمة جدا سواء كانت على الصعيد الحزب الجمهوري أو حتى الديمقراطي، منهم كيفن مكارثي و يعني زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ الأمريكي. بالتأكيد الحقيقة الزيارة تعتبر ناجحة، تم توقيع على عديد مذكرات التفاهم التي تعنى بالجانب الاقتصادي في المرحلة الأولى، وهذا ذكرناه الحقيقة. توقعنا قبل زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء إلى أمريكا، قلنا لن يتم الحديث عن كثير من الملفات التي تم الإشارة إليها في وسائل الإعلام وذكرت حتى على الصعيد السياسي، ومنها على سبيل المثال سحب القوات الأمريكية. وقلنا هذا الحقيقة طلب مبالغ فيه كثيرا، لن يتمكن السيد رئيس مجلس الوزراء من الحديث فيه بكل صراحة، ولكن ممكن أن يكون هناك جدول لانسحاب القوات الأمريكية يتابعها أو يقابلها استثمارات أمريكية على مستويات عالية جدا على المستوى الاقتصادي. وقلنا أيضا أن الرئيس الأمريكي سيرحب بالسيد الكاظمي طالما اعتبرنا أن أمريكا دعمت تولي السيد الكاظمي لرئاسة الحكومة المؤقتة. وهناك أيضا جرى حديث مهم جدا عن كيفية الاستعداد للانتخابات القادمة، وما هي استعدادات الحكومة العراقية للانتخابات المبكرة، وما هو دور الأمم المتحدة أيضا في عملية مراقبة هذه الانتخابات. وجرت العديد من الجولات الحقيقة التشاورية، والجزء الثاني من الحوار الاستراتيجي الذي بدأ في يعني من خلال الأونلاين ثم انتهى في العاصمة الأمريكية بشكل يعني مباشر ما بين الوفد العراقي والوفد الأمريكي. نعم سيد سعد، ذكرت انه يعني انه هذه الزيارة كانت مميزة، كانت هنالك توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين وايضا اللقاء بشخصيات مهمة. طيب هل فعلا انه زيارة الكاظمي عادت العلاقات الى طبيعتها بعد ان شهدت توترات كبيرة في الفترة الماضية؟ لا، الحقيقة سيدتي يعني يجب أن نتحدث بكل صراحة ووضوح. ما نتحدث عنه أن أمريكا تبحث عن تطمينات من الحكومة العراقية، بمعنى الضربات الصاروخية والقصف المتتالي الذي يعني نشهده سواء كان على السفارة الأمريكية أو حتى التعرضات التي تحدث للأرتال الأمريكية أو للقواعد الأمريكية. بالتأكيد أمريكا تريد تطمينات بهذا الجانب، تريد حماية لتواجد قواتها داخل الأراضي العراقية، ومن ثم هي يعني تعطي تطمينات أخرى بتقديم استثمارات أمريكية ممكن أن تدعم الاقتصاد العراقي وتساعد في بناء دولة مؤسسات حقيقية في العراق. العراق بحاجة الحقيقة إلى إقامة علاقات جيدة ومتينة مع أمريكا. لا يمكن أبدا الحديث عن أننا يمكن أن نسيء إلى هذه العلاقة أو على أقل تقدير نتخلى عن علاقتنا مع أمريكا، وبالتالي نحن نطمح إلى بناء دولة. لا يمكن أبدا أن تتوقعين أن الدولة ما تقيم يعني أو تحترم نفسها أو ممكن أن تذهب إلى أن يعني تقيم دولة قائمة على أساس دولة مؤسسات حقيقية وسيادة القانون والحكم الرشيد إذا لم تكن هناك علاقات إيجابية مع كل دول العالم، ومنها أمريكا على اعتبار أنها دولة أمة. الكاظمي أنه يستثمر هذه العلاقة مع واشنطن في خدمة البلاد، خاصة في ظل ضغط أحزاب وجماعات مسلحة بإيقاف أي تعاون مع أمريكا بغض النظر عن أهميتها للبلاد. وأيضا يعني شاهدنا أن هنالك قبل يوم انفجار عبوة ناسفة على رتل للتحالف الدولي. يعني هذا ما نتحدث عن، نقول ان الامريكان يشعرون بالقلق الكبير ويعني بالخطر من عملية الاصطياد كما ممكن ان نسميها، اصطياد قطاعاتهم او ارتالهم او حتى عملية القصف المباغت لتواجد القوات الامريكية. هذا الحقيقة يقلقهم بشكل كبير جدا. ما جرى في المؤتمر الصحفي الذي عقد في المكتب البيضاوي بين الرئيس الامريكي والسيد الكاظمي كان الحديث واضح جدا. عندما سئل
دونالد ترامب عن متى تخرجون من العراق، كيفية خروجكم من العراق، أحال الإجابة إلى السيد وزير الخارجية بومبيو وأجاب بكل وضوح، قال إننا بصدد سحب عديد قواتنا كما فعلنا من في أفغانستان وفي سوريا. هم لا يريدون أن يخسروا عديد قواتهم، يعني بمعنى أن تسقط أرواح من الجنود الأمريكان، يعتبرون ذلك خسارة كبيرة. بالإضافة لذلك يعتقدون أنهم حققوا الهدف الأكبر من عملية تواجدهم في الشرق الأوسط، وبالتالي سيذهبون إلى عملية الاستثمار الاقتصادي. لا يريدون أن يعني ينفق الكثير من النفقات المالية في تواجد قواتهم، يعني سواء كانت القتالية أو حتى غير القتالية، في عديد البلدان الشرق الأوسط. ولكن من المهم جدا أن يكونوا حاضرين في قلب الشرق الأوسط، تحديدا في العراق. يعتبرون أن تواجدهم في العراق مهم وأساسي، طالما أن لا تزال حقيقة سخونة المواجهة ما بين أمريكا وإيران قائمة. لذلك هم يحتاجون إلى عملية بقائهم في العراق على أقل تقدير من خلال تواجد استثماراتهم بحمايات أمريكية. طيب تتوقع هذا الحقيقة ما يهم الجانب الأمريكي في المرحلة الأولى، ما يهم الجانب العراقي الحقيقة هو كيفية الاستفادة من هذه الاستثمارات الأمريكية حال حال الاستثمارات الأخرى من الدول العربية. والقمة القادمة مع مصر والأردن يعني ستكون على هذا المستوى أيضا. نعم تفضل. طيب تتوقع سيد سعد حصول الكاظمي على دعم بتنفيذ برنامج الإصلاح، خاصة أنه يواجه داخليا بمافيات كبيرة ومجاميع مسلحة غير مستعدة لقبول أي فكرة عن الإصلاح؟ يعني بالتأكيد الحرب التي سيخوضها السيد الكاظمي من المتوقع في الأيام القادمة سنشهد الكثير الحقيقة من المفاجآت. كثير من يعني على أقل تقدير الأحزاب السياسية التي عارضت زيارة السيد الكاظمي، وحتى ما جرى من يعني مفاوضات بهذا الصدد، الحقيقة سيكون ندا قويا وخصما قويا للسيد الكاظمي. إذا ما عرفنا أن بعض الأحزاب الحقيقة اشترطت على قبل زيارة السيد الكاظمي أن يتحدث بموضوع انسحاب القوات الأمريكية، وهذا يعني الحقيقة شرط مبالغ فيه كثيرا. تعرفين جنابك الحقيقة ليس من يعني العراق لا يمتلك القدرة على إخراج القوات الأمريكية بشكل يعني يرغمون عليه، هم يريدون أن يخرجوا بشكل يعني لا يؤثر على أقل تقدير سمعة وغرور القوات الأمريكية، يريدون أن ينسحبوا بهدوء كما فعلوا في سوريا على سبيل المثال. الكاظم يحتاج الحقيقة إلى إقامة تحالفات كبيرة ومتينة مع الجانب الأمريكي، وهو يطمح بإقامة تحالفات أيضا سياسية استراتيجية مع كثير من الأحزاب السياسية في العراق لخوض الانتخابات المبكرة القادمة. يريد أن ينفذ مشروع الإصلاحي، وحتى ذهاب مباشرة إلى البصرة بعد عودته من واشنطن تعطي إشارة واضحة على أنه يهدف الحقيقة هدف الأساسي هو عملية كيفية يعني نشر سيادة القانون، كيفية سحب السلاح من الشارع بشكل لا يؤثر ولا يقلق ولا يسبب مشاكل لكل الأحزاب. نعم سيد سعد. سيد سعد بسؤال أخير وباختصار لو سمحت، بحسب وزارة الخارجية أنه الكاظمي سيشارك في قمة ثلاثية، وأيضا ذكرت أنت هذا، تضم الأردن ومصر في عمان، هل نحن أمام بدء علاقات مختلفة؟ ما الجوانب اللي يمكن الاستفادة منها في حال بدء صفحة جديدة مع العلاقات من العلاقات مع المحيط العربي؟ يعني طلب عقد هذه القمة الثلاثية يعني جاء بطلب من قبل مصر والمملكة الأردنية. بالتأكيد هذا الحقيقة يعطي إيحاء وتحليلا مباشرا على أن السيد الكاظمي يحظى بمقبولية على أقل تقدير دولية، ومنها يعني دول مهمة كمصر والأردن. الذهاب إلى هذه القمة والتوقيع على اتفاقات أو على أقل تقدير تفاهمات اقتصادية يعني يعطي أريحية واضحة لمقبولية السيد الكاظمي، ويعزز من مكانته السياسية، وبالتالي ممكن أن يعطي ضوءا أخضرا لعديد الدول الأخرى ومنها الخليجية على سبيل المثال من أن تلتقي بالسيد الكاظمي، ويعني تكون هناك تفاهمات أخرى اقتصادية. العراق بحاجة إلى أن ينشط اقتصاده، بحاجة إلى أن ينهض من كبوته بعد أن جرت عمليات تحرير كبيرة في يعني المرحلة الماضية، والآن يعني نحن بصدد بناء الدولة، وبناء الدولة يتطلب الحقيقة وقفة عربية ودولية ومساعدات تقدم من كل الأطراف لكي نحظى بعملية بناء حقيقية ومتينة. نعم سيد سعد اللامي عضو ائتلاف النصر كنت معنا، شكرا جزيلا لك.